السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد منصور. حتكلم في هذا الدرس القصير عن إضافة رائعة جدا في المجال المعماري، ألا وهي إضافة خاصة بتكوين الأسقف المائلة، وخصوصا النوع المسمى الهيب روف. الهيب روف هي الأسقف اللي بتكون زاوية الميل ثابتة من جميع الاتجاهات، يعني غالبا بتكون 30 أو أي زاوية أنت بتختارها، بتكون الزاوية هذه ثابتة من جميع جهات السقف. طيب، الإضافة هذه بلاقيها في مجموعة أدوات الألف واحد بت تولز، الإضافة المعروفة اسمها ألف واحد بت تولز. طبعا فيها مجموعة كبيرة جدا من الأدوات، قد نكون تطرقنا لبعضها في دروس سابقة، لكن أنا هحكي عن اليوم عن الإضافة المسمى Automatically Create Hip Roof From a Face. يعني مجرد ما تختار أي سطح من الأسطح ببساطة شديدة، مثلا السطح العلوي، تضغط على الرمز هذا حينشئ لك اللي هو الهيب روف. طبعا ممكن تخلي الإعدادات زي ما هي ثابتة أو تغير فيها، تقول لك قديش بدك زاوية الميل تاع السقف المائل، انا حاططها 30، ممكن اخليها زي ما هي. قديش بدك الروف اوفر هانج، قديش بدك السقف هذا يطير عن الحائط الموجود، على اساس ان هذه حوائط لمبنى، قديش يطير عن الحوائط، وحاططها 1 متر. ممكن نحتفظ بهذه الخيارات او نغيرها لاحقا، نقلل الطاير، خلي نص متر زي ما بدك. هتضغط كريت بروف، فقط بعدة ثواني هتلاقي انشأ للسقف المائل بدون ما يكون عندي تصور مسبق كيف ممكن ينشأ هذا السقف. كويس، لو نتأمل في هذه الأشكال هتلاقي إنه لو تتخيل كيف الشكل حيغطي هذه المساحة، المسألة مش سهلة، لكن بطريقة أوتوماتيكية زي ما نسميها بعدة ثواني حينشئ لك هذا السقف، حتى لو كان في عندي منحنيات أو دوائر. بس يمكن بيظل انه السقف هذا المفروض كله زي قاعدة. كويس، مش حلو يكون بهذه الطريقة. ممكن احنا نعمل push and pull مثلا 0.2 مثلا بهذه الطريقة، او 0.1. نعمل سماكة لقاعدة الكرميد، بالحلو كذلك. طبعا هذه ميزة في سكتش اب نفسه، انه لما بختار خامة الكرميد اللي هو بلاقيها في الروفينج، مثلا الخامة هذه او اي خامة من الخامات، غالبا الكرميد باخذ الاتجاه الصحيح. لكن باقي البرامج لـ3 دي تحديد اتجاه الكرميد هي مسألة في غاية الصعوبة، يعني أحيانا تضطر أنت تعدل الاتجاه لكل وجه من الأوجه. لكن الملاحظ في السكتش أنه الكرميد بأخذ الاتجاه الصحيح تمام مباشرة من أول مرة بدون أي جهد مني. تعال نجرب هان، حتى في السقف المنحني هذا برضو الأمور لو تأملت فيها هتلاقيها مظبوطة. طبعا يجدر التنويه انه لو كان السقف فيه اختلافات بسيطة عن الحدود الموجودة هان، تضطر تكونه على جنب. يعني نفترض ان انا بديش اياه يغطي بس هذا الجزء، بدي يغطي كمان البلكونة اللي هان، ممكن ببساطة شديدة تأخذ كوبي من هذا السطح وعلى مسافة ثابتة مثلا 30 متر أو مسافة معروفة، ثم سكرنا هذا الجزء وكوننا السقف هنا على جنب، كرييت هيب روف. كويس، حطينا خامة الكرميد،
أو حتى خامة الكرميد هان رغم السطح جاي على 45 برضو أجت بشكل صحيح. بعدين رجعنا مكانه 30، بس هذا ملوش لازمة. الأمور مظبوطة 100%، يعني أداة سهلة جدا. بضغطة واحدة بنشيل السقف المائل بطريقة مباشرة جدا. شكرا لحسن استماعكم ويعطيكم العافية.